صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن نبي من الأنبياء يخط، فقال: من وافق خطه فذاك. نعم، هذا من معجزات هذا النبي الذي يخط، هذا مما أعطاه الله، وهذا خاص به، وهذا من باب التعجيز. من وافق خط هذا النبي فذاك، هذا من باب التعجيز، لأن المعجزة لا أحد يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.